أيها الثوار، ها نحن نقف هذه الوقفة القصيرة مع بطل من أبطالنا ورمز لم يعرف يوما ما مساومة ولا رجوع ولا خنوع ولا ركوع، بل استمر في ثباته صموده من أيام التسعينات وقبل أيام التسعينات، ولقد رافقته طويلا في السجن في التسعينات، فوجدته أصلب وأقوى وأثبت وأصمد حتى جميع أصحاب المبادرة. كان دائما وأبدا يذكرني بالصبر، ودائما يقرأ هذه الآية: فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أستاذنا الجليل، السلام عليك أيها الصابر، السلام عليك أيها الصائم. كان يصوم عشرة محرم من الأول يوم إلى اليوم العاشر، دائما وأبدا لا يترك الصوم، لا يترك صلاة الليل. والله لقد وجدته أوفى رجل عرفته في السجناء وعرفته في القادة، وهو قائدنا وهو رمزنا، قد ضحى من أجلنا. ولا نبخل بهذه الوقفة، بل الوقفات المستمرة، الذي قضى حياته خدمة لهذا الدين، خدمة لهذا الوطن، خدمة لهذا الشعب، خدمة لكل أحد. كان يتمتع بالابتسامات في السجن، كان يتمتع بالأخلاق حتى مع أعدائه. دائما وأبدا يوصينا بالصبر، يوصينا بالثبات، يوصينا بأن هذه الحياة فانية وأن الحياة الخالدة. ويذكر دائما هذه الآية المباركة: فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا كريما عظيما. أحبتي، هذا الرجل الرمز الذي ضحى من أجلكم، من أجلنا، من أجل استمرار ثورتكم، فهو بقاؤه في السجن ثورة، بقاؤه في السجن وصبره ثورة، استمرارية الثورة. إذا وجد بطل كهذا البطل في جميع الرموز، لا بد أن تبقى الثورة، ولا بد أن تصل إلى نتيجة وإلى نصر إن شاء الله قريبا عاجلا. نسأل الله له ولجميع الرموز وجميع القادة والسجناء بتعجيل الفرج لهم وخروجهم أحرارا رافع الرأس بدون قيد أو شرط. هيهات منا الذلة، هيهات منا.